السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم متابعينا بكل خير. تم اليوم الكشف رسميا عن رام تراك ريفوليشن موديل 2023-2024، شاحنة رام الجديدة كليا، تعتبر شاحنة كبيرة كهربائية بنفس الوقت. وهناك نسخة تأتي بمحرك من 6 اسطوانات توين تربو بسعة 4 لتر، يولد 462 حصان و 512 نيوتن متر من عزم الدوران. سوف يتم الكشف عليه قريبا. طبعا هذه النسخة الكهربائية بالكامل، وتأتي منافسة للسوق الأمريكية والأوروبية. لاحظوا حجم الشاسيه، طويل وكبير وضخم. الدواسات مخفية أسفل الأبواب. مقاس العجلات 24 إنش. هذه الداخلية، الأبواب يفتحوا نفس الإف جي كروزر. لاحظوا المقاعد رياضية مستقبلية، تصميم جميل. داخلية من أجود أنواع الجلد المستخدم في السيارات. إضاءة محيطية 360 درجة. الداخلية وسيع بشكل كبير جدا. لاحظوا السقف بانوراما. لاحظوا الكاميرات والشاشات، ما شاء الله تبارك الله. هذا المقود، شاشات أيضا على المقود. نحكي التفاصيل، الواجهة الأمامية إضاءة LED بشكل شعار رام، وفي الخلف أيضا وشعار رام مضاء. الأبواب يفتحوا عكس بعض. الداخلية وسيعة. الدواسات أوتوماتيكي عند فتح الأبواب أو تشغيل السيارة. لا يوجد مراية جانبية، كاميرات. أيضا شعار رام على الباب حق السائق والراكب مضاء. لاحظوا الإضاءة الخلفية LED مع إضاءة لشعار رام. هذه الداخلية شاشتين وسطية، مقاس الأولى 16 إنش والثانية 14 إنش. لا يوجد شاشة عدادات، سوف تظهر بالنص. أيضا شاشة على المقود مقاس 3.2 إنش، شاحن لاسلكي. مساحة تخزين في الأمام كبيرة، وأيضا توصل إلى داخلية السيارة. هذا مراتب الصف الثاني. شكل وتصميم من أجمل تصاميم سيارات التراك. لاحظوا الداخلية، لاحظوا الإضاءة المحيطية LED جاية بشعار رام. شكل السيارة من الجانب. قالت شركتنا رام أن السيارة سوف تبدأ بالبيع في عام 2024. طبعا السيارة قدرها أن تسحب أو تقطر مقطورة بحجم 12 طن حسب تسريحات الشركة. شكل وتصميم جميل جدا. لاحظوا الباب الخلفي يفتح كهرب، والداخلية وسيعة جدا، وسقف بانوراما وإضاءة بالسقف. نظام 360 درجة للكاميرات. مساحة تخزين الخلفية لاحظوا. البطاريات في الجوانب كما تلاحظون. شكل وتصميم جميل جدا. لا تنسوا متابعينا الكرام الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم.